احنا دحين حنوصل لموضوع الكذب اللي من اول قاعدين نستناه. الكذب اوقات لما اولادنا في البيت يكذبوا علينا دائما ما يقدروا يطالعوا علينا، يطالعوا في الارض، ممكن يلوي لسانهم، لكن اوقات بنتحط في مواقف. فاحنا نسالكم اليوم، هل ممكن تحطيتوا في موقف انه ما قدرتوا تحصلوا مباشره من شخص ما انه رد، بعدين لاحظتوا انه الشخص قاعد يتغاضى النظر في عينك؟ فكيف نقدر نعرف مين الاشخاص اللي بنتعامل معاهم على مستوى الشخصي يوميا او حتى في الحياه العمليه، او هل بيقولوا الحقيقة ولا بيكذبوا علينا؟ هذه كل الأجوبة حيرد عليها الدكتور ناصر الهندي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. أول شيء نبغى نتكلم على أنواع الكذب. أوكي، أنواع الكذب كثيرة. في من الكذب الاجتماعي اللي هو التجمع العادي، مثلا واحد بيسأل الثاني كيف، شلون شكلي، شلون الأواعي، شلون لبسي، حلوين، تمام، حتى لو ما كانوا كتير، حتى بس يمشي الدنيا شوي، مجاملة يعني، مجاملات اجتماعية. أي. بس ممكن إنه تيجي تحت الموضوع إنه هي ما عم بقول الحقيقة 100%. اسمه كذبة بيضة صح؟ ممكن أقول كذبة بيضة، ممكن. بس وفي كمان كذب اللي هو الكذب القهري، اللي هو نوع من أنواع الوسواس القهري، اللي هو أنا لازم ألاقي حالي إنه أنا بدي أكذب غصبا عني، أنا بدي أكذب بدون أي سبب غير إنه أنا إذا ما كذبت أو ما قلت الحقيقة بلاقي حالي إنه القلق والتوتر تبعي عم بيزيد، فبالتالي غصبا عنه بلاقي الواحد حاله إنه بده يكذب. أما الكذب القهري، الكذب المرضي، فهذا بقى الكذب اللي هو فيه المشكلة، هو مرض مزمن موجود عادة ما يشخص ما بين 16 سنة وأكثر، بيتوزع بين الرجال والنساء بالتساوي. عادة هو كلام أو تحريف الشيء اللي هو صار مع الواحد أو صار معه أشياء معينة في الماضي، ممكن تكون إلى علاقة بالحقيقة بس محرفة، أو إلى ما لها علاقة أي شيء بالحقيقة أبداً أبداً. وتكون المهم تبعها أنه هو محور الكذبة هو الشخص نفسه. اللي هو أنه أنا أكون بوضع عم بحكي عن حالي أنا أو أفعالي. أي. سواء كانت أشياء كويسة لذيذة ممتازة، أشياء أفتخر فيها طبعاً ما لها علاقة بالحقيقة، أو أنه ممكن أقول أنه أنا مظلوم بدور الظلم، اللي هو أنه أنا ناس أخذت حقي أو إلى آخره، وهذا اللي هو حتى يستعطف الناس الآخرين. فإلها كتير ميزات ممكن أنا أقولها كمان شوي، بس هي هي المبدأ الرئيسي تبع الكذب. طبعا الكذب هذا غير مقصود منه مادي ربح مادي، بينما في أنواع الكذب الأخرى اللي هو من ساعة عم بكذب مشان أسرق، فهذا موضوع تماما مختلف عن هذا، نصب احتيال. بالضبط. أي. بالضبط. طب نتكلم عن الكذب المرضي، يعني ليش ممكن الواحد يكذب بهذا الشكل أو يقعد يحرف كل قصة أو كل موقف صار له في حياته؟ هل بسبب الطفولة؟ هل بسبب الشخصية؟ إيش أسبابه؟ بالضبط. أيوه. بالضبط، برافو. 30% منهم تقريبا من الحالات هي عبارة عن طفولة غير صحية، اللي هي مثلا أو مثلا في كذب كتير، في ممكن أحد الأهل مثلا يعاني من مرض نفسي، أو حتى كمان ممكن يكون في نوع من أنواع الأمراض النفسية للشخص نفسه، اللي هو مثلا مثل فرط الحركة أو تشتت ممكن، أو حتى ممكن يكون في عندهم الكهرباء تبعه المخ تبعه مو كتير كويسة، حالة 40% من الحالات بعض الأحيان. كيف كهرباء المخ يعني؟ اللي هو مثلا ممكن يكون في مثلا مرض الصرع مثلا، أو ممكن يكون لما بيفحصوهم أنه لقوا من الناس اللي عندهم هالحالة هي أنه في الكهرباء تبع المخ تبعه مو طبيعية 100%. بس هذا لا تدل أنه إذا واحد كهرباء المخ تبعه مو طبيعية يبقى هو بيكون أنه عنده كذب مرضي. ممكن إلى علاقة بالأشياء تبع طبيعة الشخص نفسه، إذا كان هو شخصيته ما كتير قوية عادة ما يحاول أنه يغطي هالأمور هي ب تلفيق الأكاذيب عن حاله. بس النقطة كتير مهمة تبع الكذب المرضي هو أنه أشياء تتعلق فيني أنا، سواء كانت أنا شيء كتير منيح أو شيء كتير سيء مشان استعصف الآخرين، والشخص ما بحس فيها. يعني ممكن أنه هو يبتديها أنه يكون حاسس فيها، ممكن بعض الأحيان ما بحس فيها. فكتير إلى ميزات معينة وممكن أن أقولها مباشرة. بالدرجة الأولى الكذب تبتدي بأشياء صغيرة، بعدين بتبتدي تعقد شوي شوي، فممكن أنه حتى نفسه هو يلاقي أنه هو عم يدخل حاله بأشياء معقدة متاهات ومتاهات كذبية غير متناهية. النقطة الثانية أنه هو بيبتدي مرة بعد مرحلة أنه هو يصدق هاي الكذبة، فهي هاي المشكلة تبعها، أنه أنا كنت مثلا تقابلت الشخص الفلاني وقعدنا وشربنا فنجان قهوة مدري شو، بيسأل واحد إمتى أخذتوا هذا الفنجان قهوة معه مثلا، بيقول مثلا أول امبارح، طب ما هذا الشخص كان مسافر شو أيوه. قعدت معه أيوه. لا 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 أنا كنت قلت هيك لأنه أنا عبي بيبتدي يعطي تفسير آخر كذب آخر كمان ملفق فيه حتى يغطي على هالنقطة هاي. بيبتدي أنه هو يحس حاله أنه نسيان بعض الأفكار الأشياء، يعني هو عم يبني أكاذيب على أكاذيب، فبالتالي ممكن يبتدي ينسى شو الأكاذيب، فبيبتدي يغطيها بأكاذيب أخرى يا الله، بيعقد موضوع أكثر وأكثر
إلى أن طبعا يفتضح الموضوع. طب دكتور قبل ما نتكلم كيف نعالج هذا الشخص الإنسان المسكين الطبيعي كيف ما يطيح في كذبة هذول الناس، كيف أقدر أكتشف؟ كثير هي الاكتشاف سهلة، لأنه مجرد أول مرة ثاني مرة ثالث مرة أنا ما بقول الحياة، فبيكتشفوا أنه في باترن معين عم يتبعوا هذا الشخص. والله في ناس ما تكتشف يا دكتور، ما هي صعوبة بتطيح، لأنه بتصدق بعض الأحيان الكذبة تبعها. يعني في ناس نيتهم كويسة وتحسب أنه الناس كويسة زيها، يعني ما هي الناس بشكل عام النية طبعا دائما جيدة، بس المشكلة انه هن مو قاصدين انه هن يكتبوها، بقدر ما هن انه حابين على يحكوا على اشياء انا خاصة فيني، وانا مو قاصد انه انا احكي في انه انا اكذب مجرد كذب، يعني ما في اي عائد مادي انا حاخده منك اذا انا كذبت، ما في اي عائد شيء معنوي حتى اخده، انه غير انه انا فقط حكيت عن حالي والناس مجدت فيني او انه حسيت انه مظلوما بشكل او باخر، حتى ممكن تحطهم بمشاكل مع القانون، يعني ممكن طبعاً عن شركة مثلاً قال إنه عملوا فيني وساووا فيني وهو كله كذب، ممكن يرفعوا عليه دعوة تشهير مثلاً. أيوة وصارت بيصير بعض الأحيان. صحيح. طب كيف نعالجه هذا يا دكتور؟ كيف نعالجه؟ طبعاً النقطة الرئيسية، بس في نقطة اللي هي كيفية التعامل معها، التعامل معها هو صعب جداً، يعني هي النقطة إنه يمكن أكذب عليه كمان عشان يبطل كذب، ريفرس سايكولوجي يمكن. أوعى ثم أوعى إنه الواحد يدخل معه بهالكذبة هي، لأنه بتا مسألة معناه أنا بعزز هاي الحالة، هي نقطة من النقاط. أي. عدم المواجهة، لأنه المواجهة تبعه بيخليه إنه هو يعصب أكثر وبيصير يرجع يكذب أو إنه كمان أكثر إنه هو بكذبة أكثر. العلاج هو ترجيع الأشياء، معالجة الأشياء اللي هي أدت لهذا الشيء. إذا كان لها علاقة بالطفولة طبعا لازم يكون مع معالج سلوكي معرفي، بس هو صعوبة جايبان الشخص لأنه هو أساسا تؤدمت أنه أنا عندي مشكلة حتى يبتدي يأخذ العلاج لها، فهو علاج الأشياء اللي هي كانت أدت لهذا الشيء، وهذا طبعا ممكن يأخذ شوية وقت. وبس هيك كمان ممكن في بعض الحالات المرضية مثلا موضوع القلق التوتر الاكتئاب، وهي اللي إلها ممكن أنه إلها علاج عنا أنه نحن نعالجها بهي، ونعالج العلاج النفسي عنده حتى نعالج الحالة تبعه النفسية بشكل غير مباشر. العلاج السلوكي المعرفي هو بالدرجة الأولى، اللي هو طبعاً إنه كتير يساعد إنه أنت إنسان جيد، ما في داعي تكذب حتى أنك أنت تحسن من حالك أو تستعطف الناس الآخرين بشكل عام. قبل ما نودعك دكتور بس سؤال سريع، قد إيش يحتاجك أنت كدكتور تعرف إنه هذا عنده كذب مرضي؟ إذا لقيت حالي إنه أنا عم بتعامل مع شخص عم يركب كذبة على كذبة على كذبة وما في أي أساس لهذا الشيء، وفي غاية مباشرة حتى لو كانوا بين العلاقات الناس أو الناس مع بعضها، بكفي أنه هو يثبت كذا مرة ومحاولة أنه مواجهته بهالكذبة أنه لسه أنه أنا عم بكذب لا مصر عليها، فهم في عنا مشكلة لازم ينحل، وإلا حيبقى الموضوع صعب كتير فيما بعد بالمستقبل. الله يعين والله. شكرا دكتور، يعطيك ألف عافية.